عايز اقول لك احنا مصر امبارح فتحت مجالها الجوي بعد توقف ثلاث شهور. تحركت طيارات مصر الى 29 وجهة، سيرت رحلات دولية ل 29 مكان في العالم. رحنا دبي وابو ظبي والشارقة وبيروت، رحنا امريكا الشمالية، رحنا افريقيا، تونس والكلام ده. بداية طيبة، نسب الحجز والإشغال كانت جيدة جدا، ما كانتش سيئة. تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعروفة اللي هي ممثلة في قياس درجات الحرارة. تعالوا نروح للواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير استاذ محمد، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. امبارح بدات حركه طيران مصر للطيران، راحت 29 جهه او وجهه. هل ده المعدل الطبيعي ولا احنا بادئين كده اجراء تدريجي؟ لا طبعا يا فندم، المعدل الطبيعي اعلى بكتير جدا من هذا الكلام، ولكن احنا مبدانا في قطاع الطيران ان هو صحيح بيتاثر سلبيا اما بتحصل مشكله زي موضوع الجائحة، ولكن برضو بيتعافى سريعا جدا، ولكن في التدريج. يعني سيادتك احنا امبارح زي ما حضرتك قلت كان في 16 رحلة، 14 رحلة ركاب واثنين شحن، النهاردة 27 رحلة، بكرة رحلات اكبر بكتير. اللي يهمنا في هذا الكلام ان اللود فاكتور اللي على الطيارة، يعني عدد الركاب اللي على الطيارة امبارح كان وصل ل 95%، ودي كانت نسبة، يعني انا عايز اقول بصراحه لحضرتك نسبه مفاجاه لينا احنا، ان نسبه الاشغال المقاعد 95%. 95% وده يعني يتفق يعني مع يعني التعليمات الدوليه الاحترازيه. يا فندم احنا كان التعليمات الاحترازيه ان اخر صفين هنسيبهم فاضيين للناس اللي هم عندهم امراض مزمنه مش هيقدر يلبس الماسك، وخصوصا في الاطلاعات الكبيره اللي هي اكتر من 5 ساعات، فمفضلين لهم اخر صفين يقعدوا فيهم، دول احنا محافظين عليهم، ودي اللي في حدود 5% من المقاعد بتاعت الطائره. طيب كل الركاب لابسين الماسك؟ ده يا فندم تعليمات صادره من سلطه الطيران المدني بكل الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده، اللي هي متوافقه مع منظمه الدوليه للطيران المدني الايكاو، مع منظمه الصحه العالميه. الدليل الارشادي ده احنا ارسلناه لجميع المطارات ملزم، وللاطقم الجويه بتاعتنا ملزم ان جميع الركاب لابسين الماسك، الاطقم الطايره بتوعنا لابسين الماسك، لابسين الجوانتيات. التعامل التعقيم على باب الطياره موجود؟ التعقيم يا فندم انا برضو يعني الحمد لله امبارح تشرفت مع معالي وزير الطيران، عملنا جوله في مطار القاهره وخدنا منذ وصول الراكب، نزلنا خدنا خط السير منذ وصول الراكب للمطار، ليعدي على الاكس راي، يعدي على اللي يدخل بالشنطه بتاعته، التعقيم، اللي تشيك ان، اللي يخلص الاجراءات بتاعته. مشينا في خط السير حتى وصلنا مع الراكب، وكانت موجوده امبارح طلعت نيويورك، مشينا مع الراكب لحد ما دخلنا معاه جوه الطياره بالاجراءات كلها. الراكب جنب الراكب ولا في حواجز زجاجيه او بلاستيكيه؟ لا يا فندم ما فيش اي حواجز، منظمه الصحه العالميه قالت هذا الكلام غير مجدي بالنسبه للركاب، الركاب يركبوا جنب بعض، ولكن في زي ما بقول لحضرتك لابسين الماسك والاجراءات الاحترازيه اللي احنا عاملينها جوه الطياره، اللي ما فيش وجبات سخنه، ما فيش الجرايد والمجلات لغيناها، الوجبات كلها جافه، المشروبات في حاجات ديسبوزل، الاجراءات كلها. ما هي الوجبات عاده في الطيران استهلاك فرد واحد، يعني ايه اتغيرت مثلا؟ اتغيرت ان كانت وجبات ساخنه، يعني كان فيها تدخين وكان فيها تداول، دلوقتي بقت عباره عن علبه فيها وجبه جافه بياخدها الراكب، بياكلها بعد ما بيخلص، المضيف بياخدها يحطها ديسبوزل وبيتخلص منها سريعا. يعني معدل هيتزايد خلال الايام القادمه باذن الله، ويعود الطيران لوضعه الطبيعي في مصر ان شاء الله. الشاشه عندنا فندم بتقول ان التعافي والتزايد في الرحلات بيزداد يمكن دبل كل يوم،
يعني يمكن الحمد لله. قول لي الخسائر الاقتصاديه الثلاث شهور اللي فاتوا لمصر للطيران كام؟ والله يا فندم الخسائر يعني قد تصل الى في الشهر الى مليار جنيه، ولكن انا عايز اقول هنا لازم اذكر دعم الدوله والقياده السياسيه لقطاع الطيران، كان دعم غير مسبوق. مليار جنيه ده اللي هو اقلاع الطائره ونزولها مش كده؟ اللي احنا بنسميه الفيكس كوست يا فندم، اللي هو المبالغ اللي تدفع سواء الطياره طلعت او ما طلعتش، انت عارف حضرتك طبعا في صيانه وفي لا وقطع الغيار نفسها بتتغير لعدد ساعات طيران او مده زمنيه، يعني لو الطياره ما طارتش هتغير قطعه الغيار هتغير يعني لو اما مثلا 100 ساعه او 3 شهور، لو عدت 3 شهور والطياره ما طارتش قطعه الغيار هتتغير بالتوفيق. اتفضل. ده طبعا كان علينا هذا الكلام، ولكن برضو اذكر دعم وزير الماليه قدم دعم مساند لقطاع الطيران في 2 مليار جنيه، يعني بصراحه الدوله وقفت معانا وقفه كويسه جدا. انا عايز اقول برضو الدعم مش مالي فقط، ولكن كان دعم معنوي، يمكن الناس شافت كلها معالي رئيس الوزراء وهو مشرفنا في وجود معالي وزير الطيران في مطار القاهره، وكان بيراجع معانا يا مسهل لانه اسطول وشركه كبرى شركه مصر الطيران. بشكرك سياده اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران. اليومين اللي فاتوا اثير